متابعينا متابعين اليوم السابع في كل مكان، بنرحب بيكم في لايف جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة موجودين في حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق في منطقة أقفاص القرود. معروف حديقة الحيوان هنا فيها عدد من فصائل القرود المختلفة، منها فصيلة القرد الحبشي. فصيلة القرد الحبشي احنا متواجدين امام القفص بتاعهم. الفصيلة دي معروفة بان ذكر القرد شرس جدا في تعامله مع الانثى، وكمان ممكن ان هو زي ما بنقول كده بيصبحها بعلقة وبيضربها بعلقة ويمسيها بعلقة. عفوا، احنا دلوقتي هيكون معانا الحارس اللي هيورينا ازاي ذكر القرد الحبشي بيتعامل مع الوليفة بتاعته، وليه هو عنيف في تعامله مع الوليفة بتاعته. احنا زي ما انتم شايفين الصورة، يعني هي بتاكل وهو بيبص عليها من فوق، هو قاعد في الدور الثاني وبيحاول ينزل. ان معروف القرد الحبشي بيمنع الوليفة بتاعته الانثى انها تاكل قبله كذكر. هو سيد في التعامل بتاعه، بيعملها زي امينة بس السيد. لازم هو ياكل الاول، لازم هو كل طلباته الاول، ولو حصل العكس الوليفة الغلبانة دي بيضربها. احنا معانا عم سعيد اللي هيكلمنا اكتر عن الفصيلة دي وازاي القرد الحبشي. احنا هنجيب لكم، نقرب لكم كده الكاميرا عليه، هو ازاي عنيف وبيبصلنا بصات يعني كلها عنف من الدور الثاني. معانا عم سعيد اللي هيحكي لنا. خد، لا انت خد، تعال تعال خد، يلا خد تعال. لا، من ساعة ما دخلت جوه مش عاوزين، باش انت تجيب له علاج. لا خد، لا انزل تحت، لا انزل تحت. اعمل له ثاني كده، اعمل حاجة. لا عاوز حاجه من هنا بيشتري. انا عم سعيد علي، يعني حارس اقفاص القرود، اللي هيحكي لنا حكايه القرد الحبشي. برحب بيك على اليوم السابع، واحكي لنا يعني ماشي يا سعاده الاتفضل. يا سعاده القرد الحبشي بقى له قد ايه هنا في الحديقه؟ القرد بقى له 8 سنين هنا، الحبشي ده. من يوم ما جه هو على طول زوم مراته، ما بخلاش تاكل، مش بقى هو تمام. متى ما شبع هو بحبسه ويبدأ بتاكل هي. لازم هو ياكل الاول، لازم ياكل الاول هو. يعني هو حتى لو فضل معاه تحت مخزن ممكن يتسرع على الاكل عشان ما تاكلش هي. يعني هو زي السيد وامين في التعامل بتاعه. طب وايه تاني في التعامل ما بينهم؟ ان جيت اضربه لا، ان جيت اضربه ولا حاجه تبهدلني. تبهدلني عشانه، يعني هي بتغير عليه، بتغير عليه. يعني هو بيضربها وانا جيت اكلمه ولا حاجه عشان من مضربها هي بتبهدلني. انسى القرد لما بتتضرب مثلا او هو بيتعدى عليها او بيعنفها، بيكون بتروح بقى فيه. تروح ايه تدعك، تروح بقى مغزى تفليه، تروح تفليه وتزعج له ظهره عشان يخليها تاكل. يعني هي زي ما بيقولوا بالبلدي بتحايله. بتحايله عشان تخليها تاكل، بتفلي له ظهره. طب وايه تاني في التعامل ما بينهم كده توضحه لي؟ زي ايه يعني؟ التعامل ما بينهم كذكر وانثى. لا كويسين يعني مع بعض، ما فيش حاجة. طب وفترة مثلا حمل الانثى؟ سبع شهور.
تاخد 7 شهور. اه 7 شهور. الفتره دي الذكر بيتعامل معاها ازاي؟ الذكر بيتعامل معاها ازاي؟ متى محمل ممنوع. اه طب بيكون برضو بيضربها ولا نفس بنفس لا بيضرب اه بيكون بيضربها لا لا بيضربها يعني نفس طريقه اه نفس انا بعرف لما تيجي تحمل بعرفها على طول من اول شهر بعرفها على طول لو جت حملت على حاجه. ليه بيبقى ليهم موسم تزاوج معين ولا ممكن يعني لا 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 على طول في اي وقت؟ اه اي وقت. طيب هم بياكلوا ايه يعني؟ بياكلوا نفس اكل القرود ولا لهم اكل مختلف؟ لا كله زي بعضيه، كل سوداني وبلح وموز وخيار وبيض، فول سوداني كل دي اكلهم وبطيخ هو دي فطارهم. ده الثلاث وجبات اللي بياكلوها. اه لو بنيجي الصبح اما نيجي من البيت بنكنس لهم ونحط لهم الوجبه بتاعتهم وبنيجي اخر النهار بالنظام ده برضه تاني. اتكلمنا عن الزائرين من الاطفال واولياء الامور يعني لما بيجوا هنا عند الحبش وبيشوفوا التعامل العنيف، هو صوته عالي جدا يعني. بيجوا بيتفرج عليه. في اطفال بتخاف من صوت المزعج العالي ده؟ لا 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 بيجوا بيتفرج على جوبه، حتى اكثر الزوار بتقف عنده هو. طيب هو لو مثلا يعني انا عرفت ان هو عنيف جدا لدرجه انه ممكن يكسر القفص والحديد. لا احنا صبنا له خرسانه، كان الاول خشب كان مقلع الخشب، صبت له خرسانه وعملت له دور ثاني صاج عشان ما يقدرش. عشان هو فظيع جدا جدا جدا. طب وايه اكتر شيء بيصير يعني يخليه ان هو يتعصب لو حد عنده؟ يعني اولاد زي الواقفين دول حب يعندوه الحاجه بعد ما نمشي انا يبقى يتعصب، ما حدش عنده ما بيعملش حاجه. طب والانثى بتاعته الوليفه مش بتعنده ولا اي حاجه؟ بتسمع لا الكلام. بتسمع الكلام. يعني هي بتسمع الكلام وبتتضرب الصوت وبتنضرب على طول. تمام. هي زي ما بيقول لنا كده الجمهور انها بتفليحنا بتفليح. خد تعال تعال يا خد، خد تعال، كل من واقف هنا مش هيرضى يمشي. مين اللي واقف هنا؟ خد تعال. ما كان تحت اما دخلنا. خد خد يلا. تعالوا خد اكلوا، خد يوم امشي شد. تعال. زي ما انتم شايفين يعني المواطنين بيحرصوا دايما ان هم يقفوا عند قفص القرد الحبشي ويتفرجوا عليه وفي بعض الاطفال بتزعل من طريقه العنف اللي بيتعامل بيها مع الوليفه بتاعته. خد تعال تعال خد. ده بيهجم ادي الصغير هيضرب الصغير ورا شويه ده ممكن يشد. لازم يشوف الجنب الشمس هيجيبها يا باشا. خليه ورا شويه. ايوه جنب عشان ممكن اللي يشد. يا ايه تعال خد. خليه يرجع خد. ده جدو ده العجوز ده ولا ايه؟
كنا معاكم من الشرقية أمان مهنا من أمام قفص القرد الحبشي الموجود في حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق. وزي ما سمعتوا من الحارس الخاص بقفص القرود إنه من أشرس الأنواع الموجودة في الحديقة، وإنه بيتعامل بشراسة مع الوليفة بتاعته وبيعاملها بطريقة السيد وأمينه.